مش قلت 100 مره محدش يعتب المطبخ ولا يمد ايده على لقمه ولا معقول الا لما يشاورني ويستاذن الاول؟ يوه جعانه اموت من الجوع يعني؟ ولا كل ما نفسي تهفني على لقمه لازم اخد الاذن؟ ايوه هو كده، يا تاخدي الاذن يا تموتي. اها تفكرك هي ماغه بلاص مش هتسحبي منه لحد ما يخلص. لا لا دي مش عيشه، دي ده سجن مؤبد. انا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا اخد حالي ومحتالي واروح لبيت ابوي عايش معززه مكرمه ست الستات. ده البيت ده يا ساتر بتعدوا على الواحد اللقمه؟ ايش حال ما كنتش مرت ولدك كنت عملتي فيا ايه؟ خبر ايه؟ حصلي يا جبريه؟ مفيش حوارات حريم واطيه، مالكش صالح انت. الحقني الحقني يا عمي عايزه تجوعني. ان شاء الله ياكلك عفريت ما يخلي فيكي. ايه يا بت احنا جايبينك نعلفك هنا. مش كده يا جبريه؟ على رايك حتى الكلام خساره فيها، ارض بور لا بتنزرع ولا بتطرح. وهو بيدي؟ امال بيد مين؟ انا ان كان علي عايزه اروح للحكيم النهارده قبل بكره عشان تبطلي ظلم وافترى. مش كده يا نادي عيب. العيب عندي امال ايه؟ بس انا عارفه انت بتكرهيني ليه، عارفه انت مش طايقاني ليه. ليه يا برنسيسة؟ عشان عمتي كريمه طول عمرك لا بتحبيها ولا بتطيقيها، ومن يوم ما اتجوزت عم عبد الله وانت كده. طب ورحمه امك؟ لا ناس مش تمشي على نفوخك ونفوخ اللي جابوكي. يا جبريه مش كده؟ شاهد يا عمي عشان بعد كده ما حدش يلومني. البنت دي لازم تتطلق. حاضر. لا مش زي كل نوبه. شوف مروان فين، خده على المأذون يطلقها وما تباتش الليله في البيت. اقول لك انا هطخها طلقه اجيب اجلها وندفنها هنا في البيت ولا من شف ولا من دير. يا ريت. انت بتتريق عليا؟ انت عايز ايه السعاده؟ عايز اشوف واد الكبير اللي هيبقى مسؤول عن العيله بعدك ولا انت معيشش؟ دي ما بقالهاش سنه يا جبريه. كان زمانها حبلت وولدت وحبلت تاني. انت ما بتحبهاش يا جبرية؟ احبها لما تجيب لي الواد. ماشي انا هاخدها للدكتور. خسارة الفلوس ملفولة باينة. انت عايز ايه دلوقتي؟ يتجوز غيرها وبيت تكون نجوة ايدي، ان ما حبلت من اول اسبوع ما بقاش انا. ماشي خدي رأي مروان، إيه؟ ولو وافق يتجوز إن شاء الله أربعة، ما عنديش مانع. عايزة حاجة تاني؟ عملت إيه في موضوع عبد الله؟ موضوع إيه؟ ليه يا عبد الحكيم عاوز تموتني ناقصة عمر؟ خبر إيه؟ ولا أنت مستني كريمة وبناتها يحطوا علينا؟ يقولوا لنا فين اللي لينا ويقعدوا يحاسبونا؟ انت يا وليه مخك ده ما بيهمتش. اسمع كلامي، انا عارفه مرت اخوك دي مستنيه اليوم اللي تيجي تقول لنا فيه انا ليا كد اللي ليكوا 10 مرات. ما تقدرش، انا واخويا متفقين. صح انتوا متفقين، لكن هي عقربه والعينه اهي قدامك. ناديه دي مش بنت اخوها؟ شوف لسانها ترد عليا الكلمه بكلمتها، تتكلم بالعين والحاجب. حسبي الله ونعم الوكيل. انت اللي صممت تتجوزها مروان، وانا كنت اقول له قلبي كان حاسس باللي هيحصل. انت رايح فين؟ عندي ميعاد مع اسحاق. لكن تراعي حالك ومالك. لا مفيش. شوف يا جبريه، المال مالي والتجاره بتاعتي ومحدش له عندي حاجة. صح، بس كل حاجة لازم تكون بالورقة والقلم. كله مكتوب بالورقة والقلم. طب ما تقولي عشان أفرح وأدعي لك بدل ما أدعي عليك. ادعي لي ادعي لي لمئة سنة جاية كل حاجة عندي. خلاص ايه خلاص يا أم الرجالة. يلا يا مري
هو ناوي يعيش من السنة جاية؟ على فين يا شهد؟ خارجة يا ماما، رايحة قبل عزت. تقابل عزت؟ ليه؟ كده هو بتقولهالي في وشي من غير خشة؟ وفي وقت ازاي ده رح تقابليه؟ هو كان بقية عيلتنا؟ يا ماما انا وهو متفقين على الجواز. متفقين على ايه يا بردة انتي؟ يا بنت هو كان جالنا ولا عبرنا ولا قاعد مع ابوكي وياخد ويدي معاه في الكلام، وابوكي يعرف ميته ايه؟ يا ماما يا حبيبتي انا اللي قلت له مش وقته. ليه يا حبيبتي؟ مش هنلاقي نجهزك؟ مفيش فلوس للجهاز؟ تعبيتها يا بنت. يا ماما اصل هي يعني ست شهد لسه مش عارفه حقيقه مشاعرها اتجاهه. مش ايه مشاعر ايه؟ حقيقه مشاعرها يا ماما. مشاعرها. طب وحياه مشاعرك يا اختي، لا انت داخله اوضتك ومفيش خروج. يا ماما ايه؟ قلت مفيش خروج يعني مفيش خروج؟ امشي على اوضتك يا ماما. ما ينفعش كده، انا اديته ميعاد وما ينفعش اتاخر على ميعادي ابدا، ما يصحش كده. يا سلام. اسمعي بقى، مفيش خروج غير لما اعرف ايه حكايه مشاعرك دي. عاجبك كده يا ست هانم؟ هو انا عملت ايه؟ وانت عايزاني يعني اسيب ماما كده مش فاهمه حاجه وعلى عماها؟ عامله مين يا بنت انت كمان؟ مش قصدي يا كراميلا، انا كل اللي قصدي يعني ان انت لازم تبقي عارفه كل حاجه عن بناتك ولا ايه؟ يا ماما يا حبيبتي انا فعلا حاسه ان انا قريبه من عزت، بس هو يعني فيه شويه حاجات كده مش واضحه. نعم يا اختي. فانا بقى حطيته تحت الاختبار علشان اعرف بقى اذا كان مناسب ليا ولا لا. تحت ايه يا اختي؟ يا ماما يا حبيبتي انا مش عارفه اوصف لك ازاي يعني، بس هي حاجات كده خاصه بمشاعري. طب يلا على اوضتك. يلا على اوضتك وما اشوفش وشك. يا ماما دي مش طريقه، على فكره دي اسمها الديكتاتوريه، ولا لما يجي بابا هقول له. انا موافقه يا بنت عبد الله، قولي له امي جابتني من شعري وقالت لي كمان حاجه مهمه قوي، من بكره ما فيش شغل وهتقعدي في البيت ده تكنسي وتمسحي وتطبخي وتنظفي. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ على فكره مش هينفع كده ابدا. غوري في داهيه تاخدك فورتي دمي. بنات مايسه والله العظيم يا ماما. اختشي يا بنت، ما تقوليش كده على اختك، فوري الدم على الميسه البيت. لا معش ولا كان اللي فور دمك يا كراميلا. بقولك ايه؟ يا حبيبتي؟ انتي ما شاء الله عليك النهارده محلوه كده، كنت يعني عايزه فلوس. عيني من عيني كده طلعها واديها لك يا طيبه يا هاديه. عايزه كام؟ عايزه خمسه. خمسه في وشي يا بت؟ لا والله يا كراميلا ما قصدي. خمسه ايه؟ خمسه جنيه؟ وفي حاجه اسمها خمسه جنيه؟ عايزه ايه يعني 50 جنيه؟ في ايه يا ماما؟ ما فيش حاجه اسمها 5000 جنيه؟ 5000 جنيه؟ هتعملي بيهم ايه؟ هتتجوزي ترخره وتجيبي له بجهاز؟ جهاز؟ لا بس انا يعني يا ماما يعني والله العظيم في شنطه عجباني وهموت عليها. شنطه ب5000 جنيه يا بنت المقشفه؟ شنطه ب5000 جنيه؟ يا بنت ده انا الشنط اللي عندي كلها ما يعملوش 2000 جنيه. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ هو احنا فقراء يعني؟ لا يا رحمك مش فقراء، احنا اغنياء قوي ومعانا فلوس قد كده، بس بطريقتكوا دي ان شاء الله هنبقى فقرا ونشحت. يا بنت المهبوشه ضربه تاخدك. ايه ده؟ في ايه؟ بنات اتجننت ولا اتحبشت مخها ولا ايه؟ عيشه بقت تقرف. خير؟ في ايه؟ امك دي هتجنني على فكره. ايه اللي حصل؟ انا غلطانه، كنت دخلت على بابا وقلت له انا عايزه فلوس، كان هيديني على طول على فكره من غير ما يقعد يرغي ويقعد يقول لي مش عارف ايه، اصلي مش عارف ايه. انما امك اعوذ بالله يا شيخ. بنت انتي مستفزه بصراحه. مستفزه؟ مستفزه ليه ان شاء الله؟ هو انا طلبت حاجه غريبه؟ انتي طلبتي منها ايه؟ 5000 جنيه يا اختي، عايزه اشتري شنطه نفسي فيها. يا نهار اسود، انتي عارفه لو عرفت ان انتي جبتي جزمه ب 4000 جنيه هتعمل فيكي ايه؟ انا ما قلتلهاش على فكره. قولي لها. ربي هي بقت كده؟ في ايه؟ والله العظيم انا ما كنتش اقصد. انا قلت لهم عشان يعرفوا بقى الحكايه ونخلص وتتجوزي. وحياة امك. لا عيب. والله العظيم يا شهد عيب، عيب لما تبقي محاميه محترمه كده وتقولي وحياة امك. ايه هتمدي ايدك ولا ايه؟ امدي ايدي. شهد لا بقول لكم ايه؟ بس الاثنين هتخانقوا، روحوا اشوف لكم حته ثانيه، انا عندي صداع مش قادره. يلا يا ماما. ايوه صح. يلا يلا. قرف ده.
اتاخرت قوي كده ليه يا عبد الله؟ وبعدين تليفونك مقفول على طول. كريمه انا تعبان ومش محتاج اسمع اي كلمه دلوقتي. ايه حاسس بايه؟ طيب لك الدكتور؟ لا دكتور ولا حاجه، انا بس عايز اقعد مع نفسي شويه. طيب ايه رايك في فنجان قهوه كده يظبط دماغك؟ يا ريت يا كريم. كريمه نعم. القهوه تعمليها بيدك؟ عينيا الاثنين. ما تخليش حد يجيبها لي انت. حاضر. يا ترى فيك ايه يا عبد الله؟ شكلك مش مظبوط. أنا جاي. أحلى قهوة لأحلى عبد الله. والله العظيم ثلاثة يا عبد الله، ما في ست في مصر تعرف تعمل فنجان قهوة زي اللي أنا بعمله ده. ريحة القهوة من يدك يا كريمة تحسسني إني ملك. طب ما أنت ملك من غير كلام، ملك على قلب كريمة. ما فيش أحلى من إن الواحد يبقى ملك على قلب ست الحسن والجمال. ايوه ايوه ايوه، خدني تحت بطك، خدني وعن الوجود وابعدني. فيها يا كريم؟ مالك؟ يا سلام. طيب اسيبك مع حبيبتي القلب، ولو عصيني يبقى اندهش. اقعد يا كريم اقعد، خليك قاعده. طب مش هتقول لي مالك؟ مالك يا كريم؟ أنا كويس الحمد لله. طيب عملت إيه مع شريك الغبرة اللي أنت كنت عنده ده؟ مش أنا قلت لك يا عبد الله الناس دي وحشة ونصابين، والله العظيم بيبان في عينيهم. الحق نفسك يا أخويا قبل ما رجلك تيجي في الخية. قدر يا كريم قدر. لا لا مؤاخذة يعني يا عبد الله، هو مش قدر، هو نشفي الدماغ. انت نشفت دماغك ورحت لهم، كملنا، ما احنا كنا زي الفل وماشيين كويس وشغلنا كويس والاشياء معدن والحمد لله. اسمع كلامي واخلع من الناس دي بدل ما تروح بلاش. اخلع؟ يا ريت يا كريم. يا ريت؟ يعني ايه يا ريت؟ في ايه يا عبد الله؟ ما تتكلم وغوشني. طلع زي ما قلتي. ايه؟ سرقك؟ سرقني؟ يا ريت سرقني بس يا كريم. ده سرقني ودبسني. يا لهوي يا ليلة سودة يا ليلة سودة. انا ما برضاش اتحدث معاكي عشان الشويتين دول يا كريم. اهو مش هتكلم خالص، مش هفتح بقي، بس قول لي ايه اللي حصل بسرعة. ايه يا مروان؟ واقف لحالك ليه كده؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ تلاقيك طفشان من عراك امك ومراتك.
لا يا عمتي، تعبت من الشغل بس. طب أنا عايزة أقول لك على حاجة، بس ما عايزاكش تزعل مني. صراحة أنا ما أعرفش أنت ليه اتجوزت البت اللي عاملة زي الفرخ المبلول دي. فرخ مبلول إيه يا عمتي؟ دي مراتي وأنا بحبها. حب إيه وزفت إيه؟ فرق بينك وبينها كبير. ده أنت مروان بيه، عارف يعني إيه بيه؟ يعني كان لازم أن تاخد بت متعلمة ومتنورة وأحسن منها مليون مرة. ما هي متعلمة إيه كمان؟ متعلمة إيه؟ معاها ثانوية عامة؟ إيه ثانوية عامة دي؟ لكن أنت خريج جامعة. تعرفي إنه مجموعها كان أكبر من مجموعي. وإيه يعني؟ عمتي قولي لي، أنت عايزة إيه؟ من غير لف ودوران كده؟ أنت تعرفي باللف والدوران؟ أنا الصراحة عايزك تتجوز. ايوه اسمع مني يا واد، نجيلك بنت حلوه كده تليق بمقامك. صدقني يا مروان، احلى حاجه في الدنيا دي العيال. تجيب عيل كده يملى عليك البيت، يحبك وياخدك في حضنه، عيل من دمك، يبقى سندك، يبقى ظهرك، وتتعكز عليه لما تكبر. صدقني يا مروان، انا عمتك واحبك واخاف عليك، احبك اكتر من امك كمان. عارف يا عمتي عارف، هي صحيح امي شالتني في بطنها 9 شهور. لا 7. سبعة يا عمتي 7، بس انت اللي ربيتيني، انت في مقام امي. حبيب قلب عمتك يا واد، بنت ناديه دي ما كان ليكش فيها صدقني. وبعدين ايه يعني غلط؟ لازم انت تعيش عمرك يعني ما تصلحش الغلط ده؟ يا واد لازم انت تتجوز، اسمع كلامي. حاضر يا عمتي، دلوقتي عايز كوبايه شاي. طيب طيب يا حبيب عمتك. يعني ايه؟ خد اللي وراك واللي قدامك؟ والبضاعه اللي جايه كمان لازم ادفع عشان اخلصها. طب ما تدفع وتخلصها. ادفع منين يا كريم؟ هو شطبك على الاخر يا عبد الله؟ على الاخر يا كريمه، ما خلاش حلكه ولا مليم. طيب خد قرض من البنك. لسه بس ده القرض الاولاني، اخد قرض تاني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ والله ما عارف، حاسس ان دماغي هتتشل. انا عندي حل يا عبد الله. الحقيني بيه يا كريم. أخوك عبد الحكيم. حكيم بس اسمعني للآخر وبعد كده قولي اللي أنت عايزه. أنت ليك قد اللي يا عبد الله، وأبوك الله يرحمه سايب كتير مش شوية، وفدان واحد بس، فدان واحد يا عبد الله يفك الأزمة اللي أنت فيها دي. أيوه بس اسمعني اسمعني ما تقطعنيش، وإن كان عليا أنا والبنات مش عايزين حاجة، ده حقك ولا مش حقك؟ الحقيقة وحكي. بس خلاص، هو بقى يخلي في وشه شوية دم ويقف جنبك في الأزمة اللي انت فيها دي؟ ها قلت ايه؟ قلت لا إله إلا الله. انت عندك حاجة كريم، انا بكرة اسافر لعب حكيم واتكلم معاه. رجلي على رجلك يا عبد الله. لا خليك انت المرة تانية تكون ظروف غير دي. تبقى خايف منه يا كريم؟ خايف من ايه؟ اقول لك عب حكيم كل ما يشوفني يقول لي تعالى نقعد نصفي حالنا، وانا اقول له لا مش وقت. يا سلام، عيني في عينك كده يا عبد الله. يا كريمه زي ما بقول لك كده، وبعدين ما انت عارف سلوى بلادنا، وعارف ان انا لو عزت اي حاجه هاخدها في اي وقت. بس يعني انا هروح اظبط الامور مع عب حكيم وانت ادعي لنا. ربنا يوفقك ويحنن قلبه عليك، اهم حاجه ما تزعلش نفسك. هكدب عليك لو قلت لك اني مش زعلان، انا كنت حموده كريمه بس ربنا هو اللي مجويني. بعد الشر، الف بعد الشر، ما تقولش كده. انت اللي بتعمل فلوس يا عبد الله، والفلوس بتروح وتيجي. ما تبقى فلوس يا كريمه، انما اللي راح ده شجع عمري كله.
الحلو والسكر حاطط يده على خده ليه؟ متضايقة وهطج من جنابي. سلامة جنابك. احنا لازم نخلعه من البيت ده. انا ما طايقاش اقعد هنيه دقيقة واحدة، وكمان انا عاوز اكمل علامي. وماله؟ ده انا ياما اتحايلت عليكي. خلاص يبقى نروح نعيشه في مصر. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ انت لو فتحت مكتب في مصر اسمك هينور يبقى على كل لسان. انت هنيه دافن نفسك، وكمان انت مالكش في الشغل اللي الحاج شغال فيه. ما تخلطيش الامور على بعض يا ناديه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، تعرف انا حاسه اننا لو طلعنا من البيت ده هنخلف دسته عيال. هو البيت هو السبب؟ ايوه بصراحه انا على طول مخنوقه ونفسي مش جايباني، وحاسه اني مش واخده حريتي، وامك واختك لو طالوا يرموني في الترعه هيعملوها. ايه الكلام اللي يزعل؟ زي ما بقول لك كده. طب ايه رايك نغير السيره؟ لا انت لازم تشوف لي حل. حل؟ عارفه ايه الحل؟ قول. اسمعوا الكلام اللي بيتقال ونضحك بس. هو انت خسران حاجه؟ هو انت اللي بتتهزج ولا يتحرك دمك؟ يا حبيبه عمري، اي حد يقول لك كلمه تكون زي السهم في قلبي. سلامة قلبك، كن يا اخويا بالكلمتين دول. طب اسمعي، احنا هنقول ان هنزور دار عمي ونتدلى مصر ونروح عند الدكتور، وبعد كده هفسحك. طب والجامعة؟ والجامعة اعملي اللي انت عايزة. ايه رأيك؟ كلامك حلو، بس برضو امك ما هتشنيش من راسها. خلاص اسمعي، توحشتك قوي، تعالي في باطل، تعالي. والنجوة بنتك كويسة، طمنت عليها؟ ايوه يا سيدي، خلت التوأم، بقيت جدي خلاص. اما انت راجل ناقص صحيح. اهي دي بقى كان لازم يبقى فيها فتة ولحمة للبلد كلها. ليه فتة ولحمة للبلد كلها؟ وبعدين احنا ما عندناش حكاية الفتة واللحمة دي عندكم انتوا. يا باي عليك. على العموم اذا كان عليك انت مقدور عليه. عملت ايه؟ ايه اللي عملت ايه؟ مكان انما ايه؟ عسل، بس عايز له على الاقل 3 4 ايام، بس ما نكونش لوحدينا. حلو، ظبط الموضوع. بص احنا نسافر وهناك الدنيا هتفتح معانا. ايه بعد فورمه الساحل اللي انت عاملها دي، النسوان علينا هتبقى زي الرز يا حسن. ابوك حسن ماله جاي علينا حسن. هجلد عليك يا عبد الحكيم اخوي. بقول لك ماليش نفس، زهقان. زهقان من ايه يا ناس؟ من البيت. طب ما تسافر. اسافر ايه بس يا سعيد؟ بقول لك زهقان. طيب ماشي، ما انا بقول لك سافر يا عبد الحكيم. اوه السلام عليكم يا رجاله. زهقان زهقان. ايوه دول عاد انك انت عاوز تغير الفرش. يا ريت كان ينفع، يا ريت. لو كنت عايز اغير كنت غيرت من زمان مش من دلوقت. لا هو ده وقته زياده. زمان ما كنتش فاضي، كان وراك الشغل وترتيب الحسابات وتربيه العيال، انما انت دلوقتي عزوه، وعلى الاقل تعيش سلطان زمانك. عارف انا لو منك أنجي بنت حلوة نغشك ده تدلعني اللي فاضل من عمري. ومستني إيه؟ ما تعملها. يا ريت يا ريت يا عبد الحكيم يا أخوي، بس ثم الولية الفجرية دي في البيت أنا محبوس في زنزانة انفرادي. وأنت كمان عندك فجرية في البيت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أهلا أهلا أهلا، يا رب تكونوا اتبسطتوا. أبدا والله، دي كانت سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا. سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا إيه؟ دي كانت سفرية زي الفل ما تصدقهاش خالص. اسكت أنت ما تنطقش خالص. ما تخافيش مش هحسدك يا حلوة يا جميلة.
مش قلت لك حضري الفطور؟ جاي تعمل ايه؟ ما انا بحضره، امال انا بعمل ايه؟ طب يلا روح. مش لما اشوف شمس جايبالي ايه؟ ما جايباش حاجه، ده احنا يا دوب ركبنا الاتوبيس من هنا واتسرقنا من هنا. اتسرقتوا تقوموا تقعدوا 10 ايام؟ امال لما كنتوش اتسرقتوا كنتوا قعدتوا قد ايه؟ تعالي حبيبت امي، تعالي احكي لي بسطتوا. شايفه يا امي البت وعمايلها؟ انا لو جرالي حاجه هتبقى هي السبب. حرام عليك، انت مش بتقولي ان دي حبيبتك وصاحبتك؟ انت بتقول ايه؟ عمرها ما كانت صاحبتها. انا مش جايله لك ومفهماك ما تنطقش ولا تقول حاجه خالص. احنا ناقصين عين، ودي عينها ايه؟ مش اي عين، بومه يا ساتر يا رب. ومن شر حاسد اذا حاسد. يلا حبيبتي خدي جوزك واطلعوا على فوق وانا هحرق شويه ملح. حاضر يا امي. قدامي حبيبتي. يا ماشي يا نادية، إن ما ولعت فيكي. شكل الجيبك انت خلصت اللي خدته؟ بقول لك ايه، مش عايز كلام كتير. ليه؟ هسافر. ابوك عارف؟ ابوك مش هيقول حاجه، ده ما هيصدق يريح دماغه مني. قول له الاول، ده انت ساحب فلوس كتير. يعني هي الفلوس هتخلص؟ يا عم هات خلينا نعيش. هتروح فين وهتصرفهم في ايه؟ خليك انت قاعد كده شاغل بالك بالتجاره والبيت وامك ومرتك وحابس نفسك في مشاكلهم. انا لو منك اكون سلطان زماني، امير والجواري تحت رجلي. والله انت اخرتك هتكون زفت ان شاء الله. وفك اللي في الاخره من دلوك. اقول لك سيبك من اللي انت فيه ده واطلع معايا الطلعه دي، وانا والله هخليك ترجع ايه مروج اخر روجان. على فين؟ تعالى بس وهظبطك. لا يا سيدي، انا لو هسافر مش هسافر مع واحد زيك فاجد. خد روق وسيبني انا في الهم. سلام. مش هتقول لابوك؟ لا اقول له ايه؟ ابوك بعد النفسين بتوع امبارح مش هيقوم الا على الظهر. اكون انا وصلت؟ ابقى انت بلغه. سلام. سلام. اي مش تحاسب يا حسن؟ انت على طول مستعجل كده؟ لا مستعجل ايه، انا كنت داخل اصلا مش طالع. واد ماشي. انا جاي عشان اشتكي لك. خير يا ست فريده؟ في ايه؟ لا مش خير. واه مش هتقولي تشربي حاجة تاكلي حاجة؟ ايه البخلي دي؟ ايش حال انك اغنى واحد في الناحية كلها؟ تشربي ايه يا ست فريدة؟ لا من غير نفس ملهاش لازمة. قصره. انا جاي اقول لك عيب اللي ابوك بيعمله ده. انا مش عايزة ابيع الارض. وبلاش كل يوم والتاني يشد لي واحد يكلمني وياخد ويدي معاي. وبلاش التهديد والوعيد دي. انا ست وحدانية ايوه، بس بمية راجل. وارضي عندي بالدنيا كلها. مش انتوا بس اللي اكابر، انا كمان هانم. وما يغركش جلابيه والطرحه السوداء دي، من سيرك تشوف وتعرف. سلام. رجعنا تاني للموال ده. موال ايه على الصبح يا جبريه؟ نروح مصر كل شويه ونقعدوا فيها بالايام. مش هتاخر الصبح ان شاء الله اكون عندك. بشوقك يا عبد الحكيم، انا بس بقول لك قلبي مش مرتاح، وخراب البيت على دين اسحاق ده. في وانا اول مره انزل مصر، كل ده عشان الشغل. شغل؟ لو شغل كنت عرفت كان مروان قال لي. ايه ده انت مشغله مروان عشان ينقل لك الاخبار؟ وماله، ولدي حبيبي خايف عليا وعلى مالك وعلى البيت ده اللي عملناه بتعبنا وعرقنا. طيب خليه بقى هو اللي يقول لك. استنى عندك خبر ايه؟ واخده في وشك وماشي، ما تقول لي هتعمل ايه في مصر. بس انا بفكر اشتري فيلا في مصر. النبي صح، كنت عاملها لك مفاجأة.
هنعيش في مصر. طب شوف اما اقولك، لا انا ما عايزاش فيلا، انا عايزه قصر سرايه الملك، عشان اللي ما تتسماش لما تشوفها تتقهر وتجيلها سكته وان شاء الله تموت. مين اللي ما تتسماش؟ مرت اخوك يا حلو. انت يا حيل، يعني انت عايزاني اشتري فيلا في مصر عشان تكدي مرت اخويا؟ تهبلي يا بيت. لا يا حبيبي، خلي انت عليك الشراء وخلي الكد علي انا. يلا يا حبيبي بألف سلامة، والقلب دعيلك، وإن شاء الله ترجع مصبور الخاطر ومعاك العقد. دعيلي. ربنا معاك. دعيلي يا شبريه، ربنا يقويك على اللي انت فيه.